فيش فيش يا زينب، ما رجعت البيت ما حدش كان موجود، احنا خارجين ما حدش جاي ورانا. انت عامل ايه يا فراس؟ خفت فين من ساعة ما سبتني اعود لك؟ سافرت، سافرت يا زينب بعيد، أجرت معرض موبيلي وبشتغل بمورد ربنا. الحمد لله. طمنيني عنك يا بنت الناس. أنا اشتغلت في مكتب الدكتورة علي بنت الحاجة ناصر. قولي تشتغلي مع بنت الحاجة ناصر يا زينب؟ ليه؟ أنا قعدت من غير شغل لولا. تقعدي تقعدي يا زينب من غير شغل؟ تقعدي واعي يا مين دي؟ واعي يا مين جوزها؟ جوزها يبقى الظابط اللي بيدور عليا وعايز يحبسني. انا مش هجيب لها سيره اني شفتك، ما تقلقش يا فراج ما تقلقش. بزيادك الشغل يا دي، بزيادك يا زينه مستعده اديك الفلوس اللي انت رايداها. لا بس تبعدي عن الشغلانه دي. لا انا ما عاوزاش فلوس، كفايه اللي انت عملته قبل صابك. دي امي بهدلتني على الفلوس اللي انت سبتها في الشنطه ولا الذهب اللي انا رجعت بيه البيت، وما عاوزاش تصرف من الفلوس دي حاجة، ولا عاوزة حتى تبيع الدهب. فلوس المرة دي حلال، فلوس المرة دي من عرق جبيني، فلوس المرة دي يا زينب ما هياش فلوس حرام. انت وعدتني يا فراج هترجع للحاجة نصرة فلوسها وهتبقى دي علامة توبتك. ايه وعدتك يا زينب صح، وانا عندي كلمتي وهنفذ وعدي. صاروا الدرع في الفلوس دي باذن الله من مكسب، ما قدرتش اردها الا من راس المال، عرفش كمان شغل. انت ما دريتش صح باللي حصل مع الحاجه نصره من جدك هارون؟ صليح زينب.